صلاة الله وسلام على من أحيى القرآن، صلاة الله وسلام على من أحيى القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبي ذوي القرآن. عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص النوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن. معنى القرآن وعميلا جميع ما حوى ومقتضى القرآن